السلام. عارف الخدمة ديال اليسرى شنو هي؟ الناس اللي عارف لا. الخدمة ديال اليسرى، ايوا المهم اليسرى عندها واحد المهم بعدو نهضروا في هادشي. هادشي اللي كدير يسرى غيخرج، هادشي اللي تدير يسرى غيخرج لها خرب كل من سولت له نفسه يطلع ويسعى ببلاده ويدير هادشي يما مسبتو غادي للحبس. وانتي باش ما تبدلاتش لك البوست ديالك، البوست ديالك حساس، البوست ديالها حساس وغادي الكاميرا تخرج على خدمتها. الكاميرا حيت نهار ثلاثة صاحبي الله يهديك ملي كانت ما سمعتش كيف فوت هادشي ما دوي من لا لا صافي فهم صاحبي واحد النور كوكي صافي. الناس ماروكين وماروكين والطبقه جمعوا 12 مليون الشريف. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اخبارك الدوله ديالنا راه غادي دير غدير واحد اللعبه ان كاع هادو نيبال راه وقيلا سمعت انا باللي هاد الناس اللي كيديروا التسول الالكتروني كلهم غادي يوقفوا مال عندهم نيبال اخويا مزيان اخوا كل واحد خمسة دقائق في شي ساعه تلقنا شويه القران الله يرحم باك عن الله يرحم كل خمسة دقائق ساعه ولا تلقنا نديروا 100 دري كاملين واحد فهمتش الله يحفظك واش عيب ان شاء الله واخا واخا خويا الشعبي يا الشعبي ولا ما كتسمعش كنسمعك اخويا كنسمعك وخدام وكل شيء هكوك صافي سير تخدم اخويا سير سير انا داير فودني وكنتصنت ليكم سير خويا نيبالا عرفتي شنو هو دابا خونا ريخيتي اللي جات عندهم من الصبالي شنو هو الهدف ديالها؟ هي مطمعاهم بداك تيم الشاوي دعمهم حيت هي عندها علاقه كتربطها بداك تيم الشاوي وهما بيطلعوا لها الكونت ملي لقاو هاد الموجه بيدخلوها في هاد القضيه هادي. وتانتي يا اختي راه عجبتك الدواسه ديالك ومعاملك كنتي مصاحبه وقيطانوس والعالم الريال هادشي خليته يفوت خليته يفوت هذاك الشيء نيبالك عارف احنا في الدواسه كما كنروحوا حنا الله يرحم الوالدين علاش شنو راهم واش تيراو الفلوس شنو راهم غادي شنو راهم غادي يديروا غادي يركزوا لنا مزيان على هذا الشيء شنو غادي يديو شنو غادي واش غيديروا شي خيم واش كاين شي قفات واش كاين شي مصيبه واش هذا هو خويا بدر لا مركزين على هذا الشيء مهدي خويا سير تفضل شنو مهدي هو راه الصوت وانا سمعته فين هو مهدي واش حنا هو تحسن الدنيا صاحبي راه هو اللي تحسن الدنيا الله يحفظك ابا ها هو مصبور من قلب صويرها وكلنا ولينا اخوان بحال العيالات ميتين من الرجاله في مصر واش شريتو كيف قال لكم ولد امو شي قفاف فيهم زيت فيهم طحين فيهم لوبيا فيهم هداس اما ما شفتي تشري لي واحد بيمو ديال درهم ومدير جمله 70 فرانك وتاخذ لي واحد الالف ولا رقم على الدراري الصغار اش بدر الزيروسات اللي كنعرفو ولا واحد اخر هو ولكن ما عرفش اش كتب نبالا واحد دقيقة اخباركم هادشي هذا اللي دابا راهم تيديروا راه زيد في الصوت بدر زيد في الصوت عنديش كي ندير اخويا قرب المايك الدنيا الدراري سيمون بدر نيبالا شوف شوف انا ما كنقدش نتعصب لما نخسر الهضرة حيت كتخرج لي اوتوماتيك ولكن اصبر هاد ثلاث ايام صبر ثلاث ايام صبر بنادم ما بقى عارف كيف يدير حتى في هاد الاوقاف هادشي اللي واقع هادشي اللي خايب اللي واقع اللي دولتنا كدوز منه وبنادم باغي يطلع فوق الموجه باش ينصب وباش يدخل الفلوس حيت ولاو كيموتوا على هاد الفلوس ديال السوشيال ميديا ديال تيك توك وديال فابور واش باغي تعاون ورينا اش شريتي لهاد الناس وريونا بالتفاصيل حنا كنتسناو فيهم حنا كنتسناو فيهم 12 مليون كنتسناو فيهم ميد كاليفورنيا مزيان اللي بغى يعاون غادي يمشي يصيفط للمغرب اللي غيوريونا وغادي يعاونوا راه كاينين اصلا كاينين جمعيات اللي قاعدين كيعاونوا راهم الناس انستغرام رايحين جمعيات وكيوريك وكيوريك بالتفاصيل وباللي ديتاي اش كيديروا اش كيديروا بالفلوس ديال اللي كتصيفط مركز في الفلوس وما عارف واش جا واش بدر هما دوك اللي كيصيفطوا واش اسمعني بدر وبدر اسمعني دابا شوف ودابا جمعيات ما متوصلينش حتى ب 1000 اورو ياك
وهادو اللي ما جمعيت ما والو جامعين 13 مليون شمال مصطي وش ورا شكون 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 الديفو ديال هادشي كامل شكون هو الديفو راه الناس اللي كيدعموا الناس اللي كيدعموا واش واحد كيطلع في لاك يقول لكم اللي صفطوا ليا غادي نهزها غادي واللي تيدعم بدر خويا اللي تيدعم واللي تيبارطاجي ليهم واللي تيتفرج فيهم حتى داك اللي تيبارطاجي ليهم المدعم حتى هو راه وهذوك اللي باغيين يعاونوا راه حتى لو ضلوا هما ما بدينوش دابا كتسمعوني دابا يقول لي شي واحد ما كتسمعنيش انكار مزيان مزيان السلام عليكم انا هذا هو اللي بغيت نقول تفضل خويا بدر كمل هضرتك صافي انا ساليت بوس ديال حساس مزيان خدمتك حتى خدامه في البنكه صاحبي خدامه في بنكه خدام بنكه 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 ادخل في تبييض الاموال وطاطاتي طاطا وكذا وهادي وهي اللي كدوز لي ماني با لا هي اللي كدوز لي داكشي ماشي قانوني من المونطو كبار كتخرج بنادم فلوس من تيك توك ولا واخا دابا انا عجبتيني اخويا مورو دابا عجبتيني همساوس حنا ندخلوا مع بلادهم حنا الحباس راه قاري نصدق بالمساوس لا لا غير باصو وخليكم بلاصكم دابا عليكم الكلمه تبدا بالراس الحداد راه كيبقى بشار وغلو نفسه الحداد بعدا ما كيكونش بالطريقه انا بالا خلي الحداد هو واحد الانسان كيسد على راسو كيطفي التليفون ثلاث ايام خليها خلي داكشي ماشي مشكل واحد الميساج بغيت ندوزو عندك انا بالا الدنيا انا بقات لي الحداد ديالي انا بالا غدا بعد غدا غنشدك الما ومن ديالك صح نهار ثلاثة اخويا الما ديك النهار نط لك واحد النوضه مشيتي هربتي شهر غبرتي وجي دابا سبيتينا والدينا وسبيتينا نعرو الفيديوهات عندي وسبيتي كل شيء ما خلى حتى شي واحد سبنا كاملين وما عرفتش انا اخويا الما صيفطوا لي فيديوهات مين بادير اللايف ديال الجقير ونبالا الشعبي هذا هذوك جماعه شفارس كيريا ضروري كل دقيقه ومن انت هاد البشر ما خدامش وما ساويش مالو لاصق لك فمك وفي حياتك علاش خاصك ضروري تهضر عليهم وتحيي عليهم باش تجيك ياك جبتينا الفيديوهات عندنا عرفتي بدر عرفتي نيبالا عرفتي عندك تبدا تبكي عندك تبدا تبكي هالفيديوهات ديالكم الماضي اليوتيوب ما كيرحمش عندكم اليوم ينسالي هاد الشيء مع الناس وكذا ما كنحتارمو وعندك دا تبكي تاني وحنا ومسؤوليه والناس وليتي كتعاير تبارك الله جبتيني الما انت كتسب خرجتي السبان حنا ولاد الفاسقات حنا هادي عطيوك فاش تعرضنا لك فاش غنتعرضوا لك واش كنوقفنا على عباد الله الناس راه عايقه وفايقه علاش غنتعرضوا لك علاش ما عرفتش واحد باغي يعطيك وجهك باين شفار شكون اللي باين نصاب شفار سمعتي اللي مقابلنا حنايا انا عديت 33 عام حبيبي 34 حق سمعتي نزيد عامين ديال الكاس والفساد وحبس على 35 ولدي راه قدي واو شفنا باري بكري سمعتي مشيت وصلت 60 عام عاد جاي ندار مع الشعبي قد ولدي هذا سير سير والشعبي وحتى اللي درتي لنا شي توب ديالك جبتي لنا شي اشكال جبتي لنا شي وجوه الشرف هذاك التوب ديالك الشعبي صباح الخير يا اخوان صباح النور يا ابا اكرم الناس بدر جمعوا 12 مليون نكمل لكم شكون اللي عقل على قرع اصاحبي 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 اسكت شويه خليت النهار الثلاثه صاحبي تيبوت هذا العيدات